وها نحن اليوم أمام أعظم الشخصيات المثيرة، هي شخصية بطرس. اسمه شمعون كيفا، ومعنى الاسم صخرة. لقد كان من بيت صيدا وسكن في كفر نحوم، وكلا المدينتين على بحيرة طبرية. كان بطرس متزوجا، كانت مهنة صيد السمك، وكان شريكا مع يعقوب ويوحنا في أعمال الصيد. لقد تعرف بطرس على المسيح من خلال أخيه أندراوس، والذي أيضا تبع يسوع بعدما سمع كلمات يوحنا المعمدان: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وأعطاه يسوع اسما جديدا صفا بالأرامية، واسمه بيتروس في اليونانية. وبعدما أجرى يسوع معجزة صيد السمك، دعاه يسوع لكي يكون صيادا للناس. عندما ترك بطرس كل شيء وتبع يسوع، أصبح تلميذ ثم رسول. يعتبر بطرس واحد من أعمدة الكنيسة الأولى، وقد لازم يسوع لمدة 3 سنين. كان يتصف بروح القيادة، ولقد كان المتحدث الأول بين التلاميذ. كان يتسم بقوة الإرادة، وكان مندفعا ومتحمسا، محبا ليسوع وكريما أيضا. وعلى الأرجح كان يسوع يسكن في بيته في كفر نحوم، التي أصبحت مركز إرساليات يسوع حول بحيرة طبرية. لقد اعترف بطرس بأعظم الشهادات ليسوع: أنت هو المسيح ابن الله الحي. لقد آمن أن يسوع هو المسيا، وآمن أنه المخلص، وقد آمن بلاهوت المسيح، آمن بكلام الحياة الأبدية. كان بطرس من الدائرة المقربة، إذ كان مع يسوع عند إقامة ابنة يايروس وعلى جبل التجلي، وتولى إعداد وليمة الفصح والعشاء الأخير. لقد مشى على الماء واصطاد السمكة التي بها نقود، ولقد رأى معجزات المسيح وسمع تعاليم المسيح ورأى حياة المسيح الكاملة. إلا أن بطرس لم يفهم رسالة الصليب، وبعدما شهد أعظم إعلان، ولكن في حال أن المسيح تكلم عن الغرض من مجيئه وهو الصليب، رفض بطرس فكرة الصليب قائلا: حشاك يا رب. فوبخه يسوع. وفي العلية تنبأ يسوع أن بطرس سينكره 3 مرات، رغم قول بطرس أنه لن ينكره. وفي بستان جتسماني استل السيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، وقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه. وها نرى بطرس أخيرا في بيت قيافة ينكر المسيح، لكنه يختلف عن يهوذا الذي شنق نفسه، إذ ندم بطرس ندما شديدا وبكى بكاء مرا. بطرس أول من ذهب إلى القبر الفارغ باكرا في يوم القيامة، وكان الامتياز له أن يظهر له يسوع شخصيا. ولقد ظهر المسيح أيضا لبطرس مع التلاميذ عند بحيرة طبرية، وهناك سأله يسوع: يا سمعان بن يونا، أتحبني؟ لقد استعاد بطرس إلى مقامه ورد له اعتباره وكرامته. امتلأ بطرس بالروح القدس في يوم 50، وجال كارزا ومبشرا بيسوع المسيح الذي صلب حقا وقام من الأموات، ونحن شهود لذلك، الذي قال: وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه. استخدموا الرب كما وعدوا: أعطيك مفاتيح الملكوت. لقد فتح باب الخدمة والبشارة لليهود، ثم الباب أمام السامريين، ثم الأمم مع عائلة كرنيليوس قائد 100 الروماني. لقد أصبح بطرس مبشر متجول، واستخدم الرب بمعجزات خارقة
ثم اختتم حياته في روما أيام الإمبراطور نيرون، إذ صلب بالمقلوب وهو منكس الرأس لتتميم نبوة يسوع بأية ميتة مزمع أن يمجد الله بها. لقد شكل المسيح حياة بطرس ليصبح واحد من أعظم الرسل، الذي كان يتميز بالشجاعة والحماس وحول فشله إلى نجاح. ولقد كتب بطرس رسالتين قويتين في العهد الجديد. وأختم مرة أخرى بأعظم تصريح لبطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. والآن فكر معي، ما هو موقفك أنت من صليب المسيح؟ بصليب المسيح نلنا غفران الخطايا، وأصبح كل واحد منا ابنا وبنتا للرب. الله يحبك ولا يريدك أن تهلك، بل تكون لك الحياة الأبدية. ومات المسيح على الصليب ليخلصك من الخطايا ولكي تدخل في علاقة جديدة معه. تعال معي الآن، اعلن توبتك وصلي معي. ارحمني أنا الخاطئ، سامحني، أنا أقبلك اليوم مخلص لحياتي. إذا أردت مساعدة روحية، رجاء اتصل بنا من خلال الأرقام التالية أو تواصل معنا عبر السوشيال ميديا. ربنا يباركك.